أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ: كيف أحفظ المتون العلمية مع الشروح؟ أفيدونا مأجورين. ليس من طريقة التعلم حفظ المتون بدون معلم، لا بد أن تحفظها على معلم يشرحها لك ويوضحها لك. أما أنت تحفظ المتون بدون معلم على نفسك فقط تحفظ شروحها، هذا لا يكفي، هذا تعب بلا فائدة وعناء بلا فائدة، وربما يضر هذا، لأنك تظن أنك تكون عالما بهذه الطريقة، وربما تفتي وتحلل وتحرم وأنت جاهل، وتفهم خطأ من هذه المتون أو هذه الشروح وأنت لا تدري. فلا بد من الجلوس على أهل العلم وقراءة هذه المتون حفظا أو نظرا وشرح، ولا بد من شرحهم لها وتوضيحهم لها حتى تفهمها. هذه طريقة طلب العلم. نعم.